محللين النادرين اللي ما تلاقوهمش بيشجعوا ريال مدريد، عاشق لليوفي وما زال الحقيقه يعني على موقفه وعلى ثباته رغم معاناه طبعا جماهير اليوفي اللي قدمت الحقيقه يعني في فتره من فترات اليوفي ده كان اساطير، يعني بافل نيدفيد بفتكر، ديل بييرو، زيدان نفسه في بداياته قبل ما يتالق ويتعلق طبعا مع ريال مدريد وغيرهم وغيرهم نجوم كبار، وكان اسمه مرعب الحقيقه لكل انديه اوروبا. نادر الشبانه هو ضيفنا النهارده في السادسه، رحب بيه، مساء الخير يا نادر. حبيبي ابو حميد مساء النور، ودايما سعيد وبسعد ان انا بطلع معاك. والله والله انا برضو بسال نفسي يعني ايه اللي يخليك، يعني انا افهم جدا فكره الانتماء والعشق محليا لانه دي حاجه صعبه قوي حد يغيرها، لكن ايه اللي يخليك كده على ثبات موقفك مع اليوفي رغم حاله المعاناه اللي انتوا عايشينها بقالكم سنين طويله؟ يعني بص انا ممكن رحل ولم يعد، دي حقيقه مؤخرا لو مش عارف يعود مش عارف تاني يرجع بلاقي يعني كل الانديه الايطاليه على فكره حصل لها دروب مره واحده، يعني انا فاكر سببه الانتر الميلان اليوفي كان دايما حد منهم فاينل اوروبا او حد منهم بطل. دي حقيقه، وفي وقت من الاوقات يعني انا سبب اصلا تشجيع اليوفنتوس ان انا يعني انا مواليد التسعينات في اوائل التسعينات، فلما بدات اوعى على كوره يعني ارتبطت شويه بديشامب يوفنتوس بفتره يوفنتوس مع تراباتوني، بعدها كان مارشيلو ليبي. الفتره دي كان يوفنتوس ثلاثه فاينل ورا بعض، طبعا خدنا منهم بطوله واحده بس في الثلاثه اللي وصلنا لهم ورا بعض. الدنيا انت متخيل انا مدى البؤس اللي بعيشه مع الفريق، ان احنا وصلنا تسعه فاينل تشامبيونز ليج وخدنا بطولتين بس. في نفس الوقت طبعا زي ما انت تفضلت لعيب زي زين الدين زيدان ده احد اسباب عشق الكره القدم، كان بيلعب في يوفنتوس في بدايته طبعًا وبعد كده بافل نيدفيد، واحده من الجواهر اللي لا يقل الحقيقه ولازم يتحط في مقارنه مع العظماء زي مارادونا وزي بيليه. انا بالنسبه لي هو يعني لما بتسال مين هو الجود بتاع الكوره في التاريخ بالنسبه لي زيدان. صحيح فده سبب يعني انا اكتر حد متعني كوره في العالم كله كان رونالدينيو بصراحه. طبعا يعني طبعا شفتش كمتعه كوره مش هتلاقي زي الكوره في رونالدينيو في رجل رونالدينيو. بيرو طبعا كنت كان يعني بص انا بشجع كوره بره وبحب فرقي اللي انا بشجعها تكسب، بس انا مش ثابت على موقف بصراحه، انا هنا متلون يعني انا فتره مان يونايتد، فتره برشلونه، فترة الميلان، الجيل بتاع أندري تشيفتشانكو جيل 2003 2007 ثم السيتي طبعا لأنه السيتي يعني على الأخضر والأبيض، بصرف النظر عن البطولات والألقاب يعني ما بتفرقش معايا، بس لما باخد وجبة كورة أشبع كورة يعني بتفرج على مان سيتي، استمتع كورة منه. دي زي ما كنت بستمتع مع برشلونة برضو، أنا بشوف إنه فترة جوارديولا مع الجيل بتاع تشابي وانيستا وبيسكيتس وميسي وديفيد فيا وبعد كده بالظبط من اول 2008 لحد ما مشي جوارديولا، افضل فيرجن كرة قدم اتقدمت من نادي على مدار التاريخ كله يعني الحقيقة. بالظبط هو احد اسباب هو رواد الكرة الحديثة بيب جوارديولا في الجيل ده بالذات من جيل 2009 عمل لغة نقلة يعني مختلف. انا كنت دايما ليا جملة بقول ان كرة القدم تغيرت كثيرا منذ دخول بيب جوارديولا عالم التدريب. التدريب صحيح التدريب مع جوارديولا يعني تتفق او تختلف على بعض معتقدات جوارديولا ولكنه كان احد الاسباب. طبعا يوهان كرويف كان البداية وأريجو ساكي طبعًا. والناس القديمة دي كانت الكرة مختلفة وقتها، ولكن بيب جوارديولا مع التطورات الحديثة خلانا دلوقتي نشوف أندية حتى في الدوريات العربية بتدور على حارس مرمى بيلعب برجله. كان السبب هو بيب جوارديولا مش أكتر. صحيح. طيب قبل ما ياخدنا الكلام خلينا نطمن الأول على تمرينة الأهلي النهاردة، قبل طبعا استعدادا لمواجهة البلدية. أغلب الظن يعني أنه بكرة هيقرر مستر